أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. من موقع الهيئة نت: ضمن ممارساتها القمعية، القوات الحكومية تعتقل 21 مواطنا في حزام بغداد. من صحيفة المدى: التظاهرات تشتد في البصرة على خلفية مقتل وجرح محتجين. من موقع كتابات البصرة: حظر شامل للتجوال بعد إحراق مبنى المحافظة ومقتل 6 متظاهرين. من موقع الجزيرة نت: اعترافات إسرائيلية نادرة، 100 غارة على سوريا وهذه أهدافها. من صحيفة العرب الجديد: أردوغان يحذر من الهجوم على إدلب ويتوقع نتائج إيجابية من قمة طهران. ومن صحيفة القدس العربي: بطلب من واشنطن، جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة لبحث الوضع في إدلب. وأخيرا من صحيفة الحياة: إحباط هجوم قرب السفارة الأمريكية في القاهرة. أهلا بكم. إيران استثمرت جل جهدها خلال العقدين الأخيرين في إبقاء العراق ضعيفا وتابعا، وسوف تزداد أهميته بالنسبة لها سياسيا واقتصاديا في المرحلة المقبلة في ظروف عودة الحصار والعقوبات الأمريكية، وهي سبب الصراع السياسي في العراق بحسب الكاتب مروان قبلان في مقال بصحيفة العرب الجديد. اللافت في الانقسامات هذه المرة أنها لم تعد مبنية على الخلافات الشخصية بين الرموز السياسية العراقية على أهميتها، خصوصا التي تسم علاقة المالك مع كل من الصدر والعبادي، إنما وهذا الأهم باتت تتمحور حول البرامج والرؤى، خصوصا منها الجانب المتعلق بهوية العراق وموقعه الإقليمي واستقلالية قراره وعلاقته بحروب المحاور الدائرة في المنطقة. وعلى الرغم من أن خيبات الأمل المتكررة تتطلب منا الحذر في إطلاق استنتاجات سريعة، لكن الواضح أن الصراع الكبير الذي تشهده الساحة العراقية اليوم يتحول بوضوح من سياق طائفي سني شيعي إلى سياق سياسي يتواجه فيه معسكران، يرتبط الأول بقوة إيران، لا بل يقوم على تبعية مطلقة لها من منطلق اعترافه بولاية الفقيه وإيمانه بمشروع سياسي شيعي فوق قومي عابر للحدود تقوده إيران، فيما يسعى المعسكر الثاني ويضم عددا لا يستهان به من القوى السياسية العراقية السنية والشيعية والمدنية إلى الانعتاق من الهيمنة الإيرانية. طبعا لا يمكن حسم الصراع بين هذين المعسكرين من دون أن تحدد القوى السياسية الكردية موقفها منه وموقعها فيه، وهي المنقسمة بدورها بين إيران والولايات المتحدة وتركيا. طبعا يضيف الكاتب: تتجه إيران على ما يبدو إلى تحويل العراق كما سوريا ولبنان إلى خط ثالث في استراتيجيتها الأمنية والدفاعية، إذ قامت وفق تقارير إعلامية بتسليح ميليشيات الحشد التابعة بصواريخ يصل مدى بعضها إلى 700 كيلومتر، وهذا يعني أن معركة استقلال العراق سوف تصبح أصعب إنما أكثر إلحاحا في الوقت نفسه. لا يتعامل النظام الإيراني مع العراق بصفته دولة مستقلة وذات سيادة، فتفسيره للتدخل يختلف عن المعايير الدبلوماسية بين الدول، بل أنه على ثقة أن من يتدخل بشؤون العراق الداخلية إنما يتجاوز خصوصيات السياسة الإيرانية، وذلك بحسب الكاتب حامد الجيلاني في مقال بصحيفة العرب اللندنية. الانقسام في العراق بين الولاء لأمريكا وإيران لن ينتهي مع وجود زعماء الخيانة الذين استخدموا الاحتلال الأمريكي تحت ذرائع أسلحة الدمار الشامل. فالرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اعتذر عما وصفه بالمعلومات الخاطئة، وهو لا يتجرأ العملاء القيام به وحتى سيل اعتذاراتهم الأخيرة للشعب العراقي،
لا تنصب في اعتذارهم عن ارتكاب جريمة الاحتلال، إنما لصناعة قاعة طوارئ لاستقبال أعراض انهيارات سمعتهم عملياً. مزادات السياسة والحكم والتبعية تجري في وقت نفضت فيه الحكومة والميليشيات الإيرانية تحت عنوان الحشد الشعبي والقوات النظامية وقوات التحالف يدها من ركام الموصل، وما خلفته من تدمير شامل دون أن تكلف تلك القوى نفسها تسريع عودة اللاجئين وإعمار مناطقهم وتوفير فرص عمل معقولة لينهضوا من رماد المجازر والإبادات التي تعرضوا لها من إرهاب داعش وعشوائية الحرب عليه، حيث لا حدود أو أرقام مسبقة لمحددات الخسائر المدنية في خطط غرف العمليات. ستذهب الميليشيات في العراق في النهاية إلى حتفها الإيراني بالصواريخ الفلسطينية والبرنامج النووي والعقوبات والتهديدات الإسرائيلية لملاحقة تواجدها وأسلحتها الاستراتيجية المنقولة من إيران أو المصنعة في العراق، رغم نفي حكومة العبادي للخبر ومطالبتها بالدليل الملموس، أي دليل على شاكلة إبراء ذمة النظام الإيراني من التدخل في شؤون العراق كما يرى الكاتب. مهزلة، مسخرة، مسرحية رديئة، فاشلة ومتكررة. ليس هذا فحسب، ما دار وصار أول من أمس في مبنى مجلس النواب في الجلسة الأولى للمجلس الجديد وتكرر أمس، فثمة بالإضافة إلى هذا كله جناية بل جريمة نكراء قد ارتكبها عدد غير قليل من النواب من دولة القانون والفتح والحزبين الكرديين الرئيسين على وجه الخصوص في حق الشعب العراقي الذي واجه محنة حقيقية يمكن قراءة مانشيتاتها اليومية في الحال الراهن للبصرة التي تكابد الخراب فيما يواجه أهلها الموت بأسباب وأصناف عدة. مقال للكاتب عدنان حسين عن مجلس النواب الجديد الذي وصفه بالباطل. ما من أحد لديه أدنى حق في تعطيل عمل المجلس وتأخير أداء مهماته. التعطيل والتأخير جريمة في حق الشعب. النواب الذين انسحبوا وعطلوا جلسة المجلس الأولى وكرروا الأمر أمس في الجلسة الثانية، إنما سقطت كل شرعية لهم، فقد خانوا الأمانة التي أودعهم إياها الذين انتخبوهم وكلفوهم بمهمة تمثيلهم في السلطة التشريعية، بل هم حنثوا باليمين الدستورية بعد دقائق قليلة فقط من أدائهم إياها. أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤوليات القانونية بتفان وإخلاص. الذين ذهبوا إلى الانتخابات واقترعوا لصالح المرشحين الفائزين، إنما أرادوا من نوابهم أن يشرعوا في الحال بأداء واجبهم حيالهم المتمثل في تشكيل حكومة جديدة وسن قوانين جديدة. الإخلال في هذا الواجب على الطريقة التي حصلت أول من أمس هو خيانة للناخبين وتجاوز صارخ على حقوقهم. لا يوجد شيء في الدستور ولا في أي دستور في العالم كله اسمه الجلسة المفتوحة أو الجلسة المستمرة. هذه كذبة كبيرة يصر على اقترائها الفاسدون الذين يريدون مواصلة استحواذهم على السلطة من أجل مواصلة فسادهم بنهب المال العام على النحو الذي فعلوه على مدى 15 سنة الماضية، فألقوا بالبلاد وأهلها إلى تهلكة حقيقية تنطق بها بصوت عال على مدار الساعة البصرة وسائر المدن، مدن العراق المنكوبة. ويضيف الكاتب: الجلسة المفتوحة أو المستمرة باطلة، وما يبنى على باطل فهو باطل، وعليه سيكون كل ما يقرره البرلمان الحالي باطلا وكل ما يترتب على قراراته باطلا بالضرورة. اللافت أن فالح الفياض ليس له أي بصمة سياسية أو مهنية، فجهاز مستشاريه الأمن الوطني تحول إلى مكان لا ماهية له ولا وظيفة واضحة، وبات جهازا مترهلا مثقلا بالفساد، وتعيين الأقارب من عشيرة الفياض وتهم التربح من التعيينات تطارد ابن أخت الفياض الذين أو ابناء أخته اللذين يديران مكتبه. وعندما يرى تعيين فالح الفياض رئيسا لهيئة الحشد الشعبي كانت المسألة الشكلية أيضا، وهنا أيضا لم يسجل له أي بصمة تذكر، وهو اليوم مرشح لرئاسة الوزراء بحسب الكاتب صادق الطائي في مقال بصحيفة القدس العربي.
ويبقى المخفي وهو كبير إذا ما تحدثنا عن رجل مثل فالح الفياض الذي ما زال غامضا لدى الكثير من المحللين نتيجة صمته وقلة تصريحاته الإعلامية. فقد تسربت مؤخرا إشاعات وصلت حد تأكيدها من بعض الساسة بخصوص تغير مهم في تواجد قوات الحشد الشعبي في المحافظات السنية، وكان هذا الأمر مطلبا لقائمة المحور الوطنية السنية التي جمعت أغلب القوائم السنية تحت مظلتها وحازت 55 مقعدا في البرلمان الجديد. وقيل إن أحد أهم شروط ائتلاف هذه الكتلة مع قائمة النصر وسائرون هو انسحاب فصائل الحشد الشعبي الشيعي من المدن السنية وإعادة المهجرين وتخصيص مبالغ من الموازنة لإعمار المدن المدمرة. وهذا الأمر رفضه العبادي باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة، لكن الانشقاق بدا واضحا على الأرض، لأن من يمسك الأرض من القوات يأتمرون بأوامر العامري والخزعلي وأبو مهدي المهندس وقياداتهم الميدانية، بينما لا يمثل العبادي ولا حتى الفياض سوى واجهات قانونية شكلية لا أكثر. ومن هنا ارتأى الفياض الانتقال إلى الفريق الآخر عبر هذه الصفقة التي روج خصومها الاتهامات على أنها تمثل صفحة أولى ستتلوها صفحات من فراغ أمني سيحدث بعد انسحاب فصائل الحشد من المدن السنية. كل التوافقات المقبلة ستمر من تحت هذه المفردة فقط، حكومة شراكة وطنية، أما الحصص فإن النزاع عليها لم يحسم بعد كما يرى الكاتب. إلى أين تأخذ إيران المنطقة؟ عنوان لمقالة للكاتبة رندا تقي الدين في صحيفة الحياة بما تقوم به إيران في المنطقة في سوريا والعراق واليمن والبحرين، فما تقوم به إيران سينتج عنه حروب متواصلة. ما تقوم به إيران في المنطقة في سوريا والعراق واليمن والبحرين وأينما كان هو نتيجة حروب وأزمات أعطت طهران فرصة للتدخل في جميع هذه الأماكن. ومن يراهن على أن روسيا ستخرج من إيران من سوريا لا يعرف ماذا يقول، فإيران التي حاربت لحماية بشار الأسد وللبقاء في سوريا والتي مولت حرب حزب الله في سوريا لن تغادر هذا البلد الذي أصبح بالنسبة إليها كما كان لبنان تحت الاحتلال السوري. لكن سوريا الآن تحت سيطرة روسيا وإيران، وبقاء روسيا في سوريا وامتلاكها قاعدة هناك مهمان جدا لها ولموقعها العالمي، وإيران أيضا مستفيدة من بقائها مسيطرة على الأرض السورية لأنها تهيمن من هناك على البلد وتشارك في اختيار الشعب لمستقبل بلده وتضع وكلاءها السوريين في سوريا المستقبل تماما كما فعلت سوريا في لبنان خلال سنوات الاحتلال. والسؤال إذن إلى أين يأخذ الحرس الثوري الإيراني هذه المنطقة التي يهيمن عليها عبر حزب الله وبشار الأسد ونور المالكي؟ إن التحذير الأمريكي لجميع أصدقاء أمريكا في لبنان إزاء عدم تسليم حزب الله حقائب خدماتية مثل الصحة أو حقيبة مهمة أخرى هو جدي، فإدارة ترامب لن تترك مطار بيروت ومرفأها يتحولان إلى مركز لنقل أسلحة إيرانية لحزب الله. يبدو أن ملف محافظة إدلب يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، حيث بات يشغل حيزا كبيرا من التحركات السياسية والدبلوماسية للأطراف المنخرطة في الشأن السوري، وذلك بحسب مقال للكاتب محمد العمري في مقال بموقع الجزيرة نت. إن دخول الولايات المتحدة الأمريكية على المشهد أربك بلا شك جميع اللاعبين وأعاد خلط الأوراق من جديد، فبعدما كانت إدلب متجهة فعليا نحو استعادتها من قبل النظام السوري مهما كلف الثمن وبدعم لا محدود من حلفائها الإيرانيين والروس، ورغما عن الأتراك الذين لا يملكون أوراقا كثيرة ليلعبوها في هذا الملف عداك عن الضغوط الاقتصادية التي تمارس عليهم اليوم، أصبحت اليوم السيناريوهات أكثر تعقيدا وغموضا. ولو لجأ ترامب لإشعال سيناريو إدلب للهرب من مشاكله الداخلية، فأغلب الظن بأن روسيا وعلى عكس كل المواقف المعلنة سوف تتعاون معه بشكل أو بآخر ولو من وراء ستار، نظرا لأن مصلحتها تكمن في بقائه في منصبه.
المشكلة في تحليل مثل هذا المشهد هي أن تدخل الولايات المتحدة التي يمكن أن تقود تحالفاً ثلاثياً أمريكا، فرنسا، بريطانيا في إدلب ليس مبنياً على مخطط واضح أو مصالح محددة متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، وهذا ليس غريباً أو مفاجئاً في الحقيقة، فالسياسة الأمريكية في المنطقة باتت أقرب إلى الفوضوية والتخبط منها إلى الرصانة والعقلانية، بل إن هذا التدخل مرتبط من حيث توقيته ومن حيث قوته، بل من حيث احتمالية وقوعه أو عدم وقوعه بمدى حاجة ترامب له لتشتيت الانتباه عن مشاكله الداخلية. لكن لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أن التدخل الأمريكي فيما لو تم بالفعل لن يكون محدودا هذه المرة، فتشتيت الانتباه الداخلي في مثل هذا السياق سيتطلب بالتأكيد ملفا مفتوحا يتجاوز مسألة إطلاق عدة صواريخ في ليلة واحدة، وهذا ما يمكن أن تؤشر عليه سلسلة من التحضيرات التي تقوم بها واشنطن في الشمال السوري، وعلى رأسها إرسال حوالي 150 شاحنة محملة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، إضافة إلى تأهيل وتوسيع مطار الشدادي وإنزال أسلحة ثقيلة فيه مؤخرا. بناء على هذا السياق يمكننا تصور مواجهة كبيرة في إدلب أو في سوريا عموما، فيما لو تم اختيارها ككبش فداء لتوترات الداخل الأمريكي كما يرى الكاتب. أهلا بكم من جديد. ليصطاد رزق عائلته في غزة فلسطينيون يبحر على 700 عبوة بلاستيكية مستعملة وفارغة. فقد صنع الشاب الفلسطيني معاذ أبو زيد البالغ من العمر 35 عاما قاربا بحريا صغيرا ليستخدمه في الصيد كي يوفر قوت عائلته. ويبحث فلسطينيون في غزة عن أفكار غير تقليدية لمواجهة تداعيات حصار تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 2006 إثر فوز حركة حماس بالانتخابات البرلمانية. والآن إلى الكاريكاتير. وفي الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.